يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مكاتب أيجار السيارات المؤجرة للسيارات تشترط ضمان إصلاح السيارة إذا أصابها عطل، فهل المستأجر يلزمه هذا الشرط؟ لا، ما يلزم. المستأجر أمين، المستأجر أمين، ولا يصلح إلا ما تعدى. إذا كان منه تعدي فيصلح، أما إذا كان ما تعدى فهو مأذون له باستعمالها والاستفادة منها. فلو تلفت أو تعيبت بسبب الاستعمال العادي فلا ضمان عليه، لأنه أخذها من أجل هذا. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لون يبي يستعملها ويبي يحمل عليها ويبي يسافر عليها ولا يتأثر، ما هو صحيح هذا. نعم.